اهلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله. تحية طيبة عليكم مني انا محدثكم شيف الاحصاء. في هالمقطع حبيت اشرح العصيدة الحساوية بالدبس ببساطة وبكل سهولة. انا المقطع سبق طبقته ونزلته لكن بدون شرح صوتي، ولا زالت العالم في منهم من يستصعب الطريقة على انها اسهل طريقة موجودة في السوشيال ميديا كلها تبحثون عنها، كونهم ما فيها تعقيد وكون فيها ضراب مرتين فقط لا غير. فإن شاء الله مع بعض راح نطبق العصيدة. وطبعا وانا اخترت اللي هو عصيدة الدبس كونها اسهل من التمر اللي بيطبق، لان التمر نحتاج نفصل اللي هو الفصم عنها ونحتاج ميزان معين، وان شاء الله في الايام الجاية اني ما اخليها وانزلها باذن الله لكم. فإن شاء الله مع بعض الآن نخلص المقطع الترويجي البداية في المقطع، وننتقل إن شاء الله إلى الطريقة. وحضروا إن شاء الله أنفسكم للتسجيل الخطوات والفهمها بشكل صحيح ومبسط وبدون أي تعقيد. أهلا فيكم، نبتدأ الطريقة. طبعا عندنا طحين بر غير محمص، تمام. التحميص نحتاجه في الممروس او الفتيت. عدد الاربع كاسات اللي انا كاتبها فوق عندكم، وللمقياس الصحيح استخدموا هالعلبة الطيبة زبدة بوكرسي او العلبة الفاضية. احنا في الحسم ما نرميها، نستخدمها حق القياسات. فان شاء الله مع بعض نتقيد بالمقادير، وان شاء الله الخطوات مسهلة ومفهومة وما فيها اي تعقيد. مثل ما كتبت لكم اربع اللي هو تشيلات من الطحين البر، طبعا تشوفونها مرصوصة زين، ومو اللي هو فقط يعني عشان لا يختلف معاكم الميزان، فانتوا لازم تقيدون انكم تخلونها شوي مرصوصة وتكون معاكم بهالطريقة هذه لما تخرجونها. طبعا عندنا دبس اللي هو الدبس الحساوي، دبس الخلاص، وتشوفونه ما شاء الله قوامه جدا ثقيل وطيب. الفلفل الاسود من المطيبات الاساسية عندنا في العصيدة، وطبعا انا اخليها اختيار من فوق اللي هو العصيدة. زبدة بوكرسي أنا عندي ما هنا ألد منها في العصيدة. نبتدأ التطبيق إن شاء الله مع بعض. طبعا عندنا القدر القديم، كاتب عليه قدر جدتي سامحوني طبعا. فالآن عدد، الآن بنشوف إن شاء الله مع بعض، عدد 5 كاسات ماء مغلي حجم 340 جرام. طبعا أستخدم اللي هو العلبة هذه، عدد 5 تشيلات. أوكي، فمثل ما تشوفون قدامكم طبعا ما شغلت اي نار، كل الخلط بيكون على البارد. طبعا الان بضيف الدبس، عدد اللي هو 2.5 علبة، تمام، من نفس المكيال مال البكرسي. طبعا هذا بيخليها الحلى فيها ان شاء الله فوق المعتدل، يعني جدا بتكون طيبة. اذا تبون حلاها معتدل خلوه فقط 2 شيلتين كافية، تمام. فالان اهم مرحلة عندي اللي بسويها اني راح امزج الماي الحار مع الدبس، تمام، عشان يكون لما اضيف الطحين او اللي هو دقيق البر يكون يمتزج بكل سهولة معاه وما يكون متلبك. طبعا لازلت انا ما شغلت النار، فقط على غليان الماي الموجود. والان اضفت اللي هو الطحين البر، تمام. ومهم الان خلط الطحين ومزجه بشكل ممتاز وعدل مع اللي هو الخليط مال الدبس والماي، عشان لا يكون عندنا اي تكتلات ولا يكون في اي طحين ما انخلط. فانا استخدمت طبعا اليدوي واستخدمت اللي هو الالي، كون الالي اسهل في الخلط. طبعا ما ياخذ معنا وقت في الخلاط اللي هو الكهربائي، دقائق بيكون كل شيء منخلط معاكم واموره طيب. مثل ما تشوفون يعني شبيهه بقوام الكيك يعني في اللي هو السائل. الان نشغل النار على نار هاديه جدا، تمام، او نار متوسطه الى هادئه. اوكي، والان في المرحله هذه مهم جدا مثل ما انا كاتب في المنشور ان الخلط بشكل سريع عشان لا يثقل معانا القوام وما نلحق عليه. فاما الخلط اليدوي وتخلون النار مقصرة حل الى ان يثقل معاكم، او تستخدمون الخلاط الكهربائي اسهل لكم. طبعا ممكن ياخذ معاكم 10 دقائق او اقل بالضبط، وتشوفون القوام يثقل معاكم بالمرة. فإذا ثقل معاكم القوام انتو خلاص هنا تقدرون توقفون خلط اللي هو الخلاط الكهربائي مع بعض. الآن بنشوف كل ما القوام يثقل، تمام. تشوفون الآن شوي شوي القوام بدأ يصير علب وثقيل. هنا نعرف ان وصلنا لآخر مرحلة، تمام. نكمل اشوى فقط في الخلط
وبعدها نغطي القدر، أو بنتابع الخطوات مع بعض أحسن لا نستعجل على الخطوات. نكمل بسيط فقط خلط، وننتقل للي بعده إن شاء الله في المرحلة. وما شاء الله القوام خلاص، حتى الدخيل ما راح يتحمل، أو اللي هو الخلاط ما بيتحمل هالقوام الثقيل. تشوفون كيف قوام ثقيل متماسك. هنا نعرف انه جاهز حق نغطيه ونرتبه. طبعا اضافة الفلفل الاسود اختياري، تحطونه مع اللي هو استواءها او تخلونه خارجي. اضافة الكوب الماء اللي انا حاطه الحين، او نص كوب ماء، عشان فقط انها تبخر اللي هو العصيدة تمام اثناء ما انا مطبق عليها، وتكون اللي هو تستوي معاي وعلى البخار اللي من هالكمية الماء البسيطة. فنسوي فقط حواف بسيطة مثل ما تشوفون بالملعقة، ونكتمها لمدة 20 دقيقة إن شاء الله. طبعا خلنا نشوف الآن اللي أنا كاتبه، عشان قاعد أراجع معاكم المقطع خطوة بخطوة. طيب الآن النار هادئة تمام، ولابد إذا عندكم حديد تحطونه تحت القدر عشان لا يكون يحترق معاكم مدة 20 دقيقة. طبعا هي كأنها خبز تمام، أنا كاتب هنا خبز اللي هو العصيدة. فرفعت اللي هو القدر عن النار هالمسافة اللي تشوفونه ومقصر عليها. الآن مرحلة اللي هو زبدة بكرسي وتذويبها. كثير ما يعرفون طريقة التذويب الصحيحة لزبدة بكرسي، أو يستعجل عليها وما تطلع معه بالطعم المطلوب أو تحترق معه. فإحنا إن شاء الله بنتابع مع بعض الطريقة المسهلة مني. طبعا إضافة التمرتين اللي تشوفونها اختيارية لكم في زبدة بكرسي عشان تسحب الأملاح الموجودة، أو تخلونها الملح طيب بعد، أنا عندي لذيذ في العصيدة أصلا. فالآن من بعد ما نفتح اللي هو العلبة، علبة بكرسي، نخليه ينزل اللي هو الزبد كامل، حتى اللي داخل اللي تشوفونه الأبيض الأملاح البسيطة خلوها تنزل مع الزبدة، وخليها تطبخ. ممكن تاخذ معنا في المهم 9 دقائق إلى 10 دقائق، ونتابعها أول بأول لا تحترق علينا، إلى أن تطلع الفقاعات اللي تشوفونها هذه قدامكم، معناته الزبدة جاهزة وريحتها ما شاء الله في المكان. نعود للعصيدة الطيبة ونشوف شو اللي صار فيها. طبعا عودنا العصيدة وما شاء الله من فتحناها نشوف اللون غامق، يعني معناته جاهزة وعلى الآخر مستوية. طبعا للتسهيل أنا استخدمت الخلاط الكهربائي، لأن الجيل الحالي يحتاج تسهيل ما يحتاج تصعيد. المضغاب اليدوي مو كل الآن اللي في الجيل، لا بنات ولا رجال بيعرفون يستخدمونه ويستصعبونه، قد ممكن ما يسوون عصير على حساب انه بالخلاط اللي هو اقصد بالمضغاب اليدوي. فعموما الآن جاهز العصير معانا، وما شاء الله قوامها ثقيل وطيب وعلى الآخر مستوية مثل ما نشوف جاهزة. أصلا حتى المضغاب مو بيلحق الكهربائي عليه، ما شاء الله تشوفون كيف ماكو قوام ثقيل. فاللي يبي يخفف القوام هذا، طبعا احنا يعجبنا القوام هذا، اللي يبي يخفف القوام هذا من البداية يزيد اللي هو السوائل، اللي هو يعني مثلا نص كوب ماي او نص شيلة ماي من اللي انا استخدمته، حق يكون معاه القوام اكثر ليونة. طبعا الان جاهزة للتسطيع، نحطها في هالعلب الحوافظ ونهديها للي نحب، واذا تنقصون حق الجيران والله بشكرونكم على هالعصيدة الطيبة. طبعا اعيد واكرر الطريقة هذه ما فيها اي تعقيد، ما فيها اي تصعيب، فقط عندك خطوتين، هي خطوة مزج اللي هو السوائل من البداية، وثم مع الطحين وخلاص، واخر مرة تضربها الى ان اللي هو بعد ما تخلص العصيدة من اللي هو الاستواء فقط لا غير. وان شاء الله تنشرون المقطع على اللي تحبون، واللي يبون يطبقون عطوهم المقطع يستفيدون منه. وفي أمان الله أترككم مع المقطع.